وين ما كنتم مشاهدينا بحييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. وبالبدايه بدي اطلب نداء دم انساني فئه ا بوزيتيف لمستشفى ابو جوده لمن يرغب الاتصال بالرقم 71716219. وبشكر سلف المتبرعين. معلومه مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2017 بدءا من تاريخ 7/1/2017، وتدعو كل المشتركين لتسديد بدلات المي المترتب عليهم عن العام الحالي إلى الجوبات المختصين أو لدى دوائر التوزيع تابعين إلى أو لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة أونلاين لتحويل الأموال أو عبر شركة في شركات يعني هي مختصة بهذا الموضوع للمعاملات الدفع الآمن بواسطة بطاقات الائتمان على الإنترنت أو على موقع المؤسسة www.ebml.gov.lb أو من خلال فيزا كارد وغيره. أنا اللي بحب أقوله أنه المؤسسة كمان أنذرت المتخلفين عن تسديد بدلات العام 2016 وما قبله بوجوب الدفع تحت طائلة قطع المي عنهم وتطبيق أحكام المادة 24 من نظام الاستثمار، وحتى تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عمدت إلى الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائد العام 2016 وما قبله بنسبة 90% خلال مهلة بتنتهي بتاريخ 31/12/2017، كما باشرت بتقسيط البدلات المتأخرة عن الفترات السابقة للعام 2017 ضمن مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2017. وأيضا تأمل من المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير. 2. تخفيض البدل التأسيسي لاشتراكات المي بالعيار لفترة بتنتهي بتاريخ 30/6/2017، وأشارت المؤسسة أنه هذا الأمر يعتبر بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن. طبعا أنا بتمنى تستفيدوا من التخفيض 90% والوقت المحدد له والتقسيط اللي عم بيصير، هيدا كتير مهم، ولكن الأهم توصل المي. وخلال الحلقة عنا تفاصيل. بدي انتقل أنا وياكم إلى الطريق الدولية طريق البقاع يلي للأسف جوار وحفار وإنارة كمان مغيبة إلى حد ما، وصوت الناس وصل وصوت النائب إلي ماروني كمان. منشوف سوا ريبورتاج أنتوني مرشا. إهمال بلغ مداه، يمكن بفهم أنا أنه مش قادرين نعمل قانون للانتخابات النيابية لأنه عم يتقاتلوا على الحصص، بفهم مش قادرين نستخرج النفط عم يتقاتلوا على الحصص، بس ما عم بقدر استوعب وافهم انه الطريق الدولي يصير بوضع هيك. ومثل ما عم بتشوفوا كل يوم في حوادث ومشاكل. انا حكيت بمناقشه الحكومه بمجلس النواب من حوالي الشهر او اكثر شوي عن هذا الموضوع، وراجعنا كل الوزارات وبعثنا بيانات بهذا الاطار، لكن لا حياة لمن تنادي. وقت الاشت الثلجي انخفضت الطريق وبالتالي صارت خطر، وكل يوم كل يوم كل يوم في عدد من الاكسيدانات، وكل يوم في إمكانية يموت حدا وينزل على الوديان لتحت. هيدا بالنسبة للطريق، وهي طريق دولية، حتى إذا بتطلع بتشوف حاطين دولاب وبقلبه حجار بس ليرشدوا الناس إنه ما بينمرق على الطريق. عيب، ما بعرف إذا بأسوأ دولة بالكرة الأرضية بعد في من هذا الوضع، وبيحكوا عن الدولة وبيحكوا عن إنجازاتهم وهني مجموعة فاشلين. يعني بالشوم عايك مسؤولين. أعلمي أنا أنه وزير الأشغال إنسان كتير مهم، بس المسؤولين بالبقاع وينهم؟ نواب البقاع اللي بيمرقوا كل يوم من هون وينهم؟ وزراء معالي وزير العدل اللي بيمرق كل يوم على زحلي وبيطلع وينه؟ ما بعدين بنسأل الوزراء والنواب، يعني سياراتهم بالسما بتمشي؟ يعني ما بيمشوا بالطرقات؟ ها نحن هيدا بس بدنا نعرفه. معي بيك اب وعالي على الارض وبيتكسر كذا مره، مرقت من هون يا يروح الدولاب يا تروح البيضة معي، انه مش طبيعي عن جد كثير هيك. هنا مسخره، يعني ما حدا بيطلع ما حدا بيظبط، انه نايمين مثل العاده. انا كل يوم بمرق من هون على هالطريق،
في عيال، في كل العالم كل يوم بتشوف حدا مقطوع دولابه، حدا مقطوع على الطريق، ما بيصير هالشي. نحن لو ما بنعرف الطريق كنا بنكسر سياراتنا عليه أكتر. بدي أقول عن هالطريق، من 10 سنوات وأنا عم طالب، رجعنا وزراء الأشغال كلهم اللي تعاقبوا، مجلس الوزراء، بين مجلس النواب، بكل مرة كنا عم نناقش بيان وزاري لحكومة بالزيارات المتكررة كرمال إنارة هالطريق، لأنه عندك 10 أشهر على هذا الطريق وطريق ظهر البيدر الدولية، عندك عتم شامل وعندك ضباب وعندك غطيطة، ما حدا عم يقدر يمرق بالليل، ما حدا عم يقدر يمرق بالليل. لو حاولنا نلاقي الحلول ما كنا نلاقي حلول. بيقولوا لك تيار كهربائي ما في. آخر شيء على أيام الوزير غازي زعيتر وصلنا إلى اتفاقية معه إنه بمراكز جرف الثلوج بنحط موترات، مولدات كهربائية، هالمولدات هي اللي بتعطي الإنارة التيار للعواميد. لكن راحت حكومة الرئيس تمام سلام وجيت حكومة الرئيس سعد الحريري، والعتم بعده عتم، والغطيطة بعد غطيطة، والجوار بعد جوار، ولحياة لمن تنادي هون وبطريق دهر البيضة. بس بدي أذكرهم أنه عنا عيلة كاملة سقطت من بيت السعادي، سقطت بالغطيطة بالوادي، وماتت الأم وبنتها نتيجة الغطيطة، وهيدي فقط كفيلة أنه تسقط الدولة لو نحن الدولة. منتابع الحال عنا دايماً عبر الام تي في بياخذ اتصال جديد. الو الو الو، حس في حدا على الخط بس ما بعرف، يمكن طولنا. الو الو الو، ايه تفضل. لك عندي شكوى. الو ايه تفضل، شو هي؟ الو تفضل. الو تفضل مسيو. اللي عندي شكوى طريق بين صوفر وبحمدون. نعم. يعني هاي إلا شي 5-6 سنين وهي طريق دولية يعني. نعم. بقى مش معقول عم بتكسروا سياراتنا مثل كأنك ماشي بالوادي يعني. يعني اللي بيشوف طريق ظهر البيدر واللي بيشوف طريق ترشيش زحلة، وهلأ نيه عم تحكينا عن طريق بحمدون صوفر، يعني هالطريق الدولية هيدا قديش بدها عيني من جديد. نحن رح نحكي مع معالي وزير الأشغال العامة لنشوف، لأن هي طريق رئيسية، إذا في تلزيم لإلها، إذا في صيانة. بسأل، أهلا وسهلا فيك. شو عم تحكي مسيو؟ تفضل. نعم. مش عم نحكي عن بس مكب النفايات، عم نحكي عن تشعيله. هذا اتصال آخر. إيه تفضل مسيو، هلا عم بسمعك. أهلا بالمختار. الله يطول بعمرك. أنت مختار المرج البقعية ما هيك؟ صحيح. قديش عم تتنفسوا سموم؟ يعني أكثر من السموم. إيه بعرف. يعني إذا وزارة الصحة تسأل المستشفيات أكثر مرة أكثر المنطقة فيها أمراض سرطانية. لأنه في مكب مرلي حقب الياس. نعم. والدخان كله حسب الهواء بيروح صوبكم. 100%. ومن سنين تتراكموا لهلأ بعد ما في حل لها. ما في حل. وعم ناشد وعم طالب سواء وزارة البيئة أو وزارة الصحة أو وزارة الداخلية، لا من فيه عم يسمع ولا من عم يرد. مختار ما قالك إلا تدعي وزير البيئة الأستاذ طارق الخطيب، عم يعمل جولات وعم بي يعني عم يوضع الأمور يعني مع أبناء المنطقة. بتصور بدها جولة وزير حتى ينعرف قديش هالمنطقة يعني وسائل عم بتعاني شيء مش طبيعي. معك حق. وسائل التواصل الاجتماعي على هال 72 ساعة أكثر ما العقل بيتصور. صحيح. يعني رح توصل إنه ما بديش نفوت بمتاهات وبمشاكل. صحيح 100%. أنا بتشكرك ستنا. أهلا وسهلا فيك مختار، نحن كمان منبلغ معالي وزير البيئة بهذا الموضوع. صورة اليوم نشوفها سوا. يعني شوفر مفكر حاله أنه هو مزبق كتير والطريق ملكه، وصادف أنه صافف بالعرض على إشارة تقاطع إليا بصيدا. يعني بتمنى المسؤولين عن الشرطة، شرطة السير بصيدا، ينتبهوا ويعملوا لهم ضبط، إن كانت البلدية أو شرطة، إذا مش شرطة البلدية شرطة السير. بكل بساطة أكيد هذه الصورة وصلتنا على فيسبوك الحال عنا. بدي أعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.